كده كل واحد منكم هياخد دقيقة واحدة بس، هيبص على ال بص على التكنيكال داتا. طبعا ده زي ما قلنا شركة اس ام اي، انت تقدر دلوقتي تدخل على النت وتروح تحمل الداتا شيت، اكتب كده الداتا شيت اوف اس ام اي ساني بوي 1.5، هو كده اسمه الانفرتر. هتلاقي في عنده 1.5 و2.5 و3 و4 و5 و6 و10، وبعد كده تدخل في 3 فيس عنده 100,000 برودكت اس ام اي، وكل برودكت بيتناسب مع الابلكيشن. يبقى انت في الاخير برضو الداتا دي احنا بندخلها جوه البرنامج، لو احنا بنشتغل البرامج هو بيسلكت نوع معين، تمام؟ هنا احنا بنفهم الديزاين المانيوال. يبقى انت لازم تبقى عارف لو دخلت على شركه اس ام اي، تمام؟ وفي معلومه ما بقولهاش لناس كتير في الكورسات، في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان شركات الطاقه الشمسيه سواء كانت شركات بعض الشركات يعني بنسبه 50 60% شركات الالواح وشركات الانفرتر، على الموقع بتاعهم في حاجه اسمها كالكوليتور. انت بتدخل له المحطه عايز الحمل كام، وهو بيطلع لك الانفرتر والالواح والديزاين شبه جاهز. ده بيبقى ديزاين سريع تقدر انت تعمله لاي عميل، تمام؟ يقول لك واحد يعمل لي محطه مثلا 20 كيلو فولت، تدخل على السايت نفسه وتعمل الديزاين في 10 دقائق وتدي له، خدت ابروف وخدت فلوس، ادخل بقى ايه في التكنيكال ديتيلز والدنيا الحلوه دي بتاعتنا ونبدا ندخل بالتفاصيل. ما خدتش فلوس منه يبقى خلاص عبر، ما قصدتش كده. بس طبعا في ناس كتيره جدا، وده انا بقولها لك اهو في الكورس، في ديزاينات كتيره جدا احنا بنعملها للناس بتبقى ديزاين سريع من المواقع اللي بتصنع الانفرتر او المواقع اللي بتصنع موقع الشركه نفسه. هتلاقي حتى اليو بي اس، ناس كتيره جدا يقعد يقول لك حسابات اليو بي اس والبطاريات ومش عارف ايه، مواقع زي ايتو مثلا، اكتب اليو بي اس سايزنج او اليو بي اس كالكوليتور، هتلاقي جوه الموقع نفسه، تمام، في حاجات بتدخل فيها الحمل ومش عارف مواصفات الحمل وشويه حاجات كده، وبيطلع لك هو ايه كل الحسابات، بتطلع نسبه الحسابات دي بنسبه 98% مظبوط، تمام؟ ده ممتاز، يعني انت تعرف كده بسرعه بطاريه كام واليو بي اس كام المشروع ومش عارف ايه، ده سريع جدا تقدر من خلاله. طيب في حاجه ثانيه برضو عايز اقول عليها قبل ما انسى، بدل ما انت قاعد تلعب على الموبايل، ادخل على اي حاجه عايز تعملها كالكوليشن واكتب في الابل ستور او البلاي ستور، اكتب بقى اسم الحاجه اللي انت عايزها. يعني انا مثلا دلوقتي عايز استخدم جهاز لاكس ميتر، الجهاز ده مثلا سعره 20,000 ريال، لاكس ميتر ده بيقيس شده الاضاءه، وهناخد جهاز ثاني تمام اسمه الصن باس اللي هو بيقدر يطلع لي شده الاشعاع الشمسي في المكان، يعني انا اقف كده يقول لي المكان ده اشعاع شمسي كام، جهاز بيطلع لي الميل بتاعي. في موبايل ابلكيشن ببلاش يقدر يعمل لك كده. حتى التصميم، ادخل دلوقتي واكتب على البلاي ستور، اكتب بي بي سيست او اكتب حساب الاحمال الشمسيه، هيطلع لك 20 موبايل ابلكيشن بيعملوا كده. ادخل دلوقتي على لاكس ميتر، ادخل لاكس ميتر، اكتب لاكس ال يو اكس لاكس ميتر، هتلاقي كذا، هتلاقي واحد منهم كده لونه اصفر كده، لاكس ميتر، لاكس ميتر، سطبه في ثانيه الاولاني اللون اصفر ده. ده بيستخدم كاميرا الموبايل يا شباب، بيستخدم كاميرا الموبايل اللي هو يقيس اللاكس، لاكس ميتر ال يو اكس، تلاقي واحد كده لونه اصفر، مش فاكر اسمه لاكس ميتر ايه كده، في كذا واحد بس في كذا واحد، في واحد لونه اصفر كده، ارجع باك معرفش مش عارف انا اصفر، الراجل ده اختاره معرفش اسمه ايه بالظبط. لوكس لايت ميتر فيو، ايوه لوكس لايت ميتر فيو، وكل الناس اللي اخواته برضه بيعملوا نفس الفانكشن، بس ده عشان انا جربته. هتشغله، بص انت وقاعد كده، تعالى نعمل تيست، امشي كده على ليفل معين، هتلاقي الرقم بتاع اللوكس بيختلف، قرب من الكشاف لفوق، اطلع بالموبايل لفوق ناحيه الكشاف، هتلاقي الرقم بيزيد. طب ابعد اصلا عن الكشاف، روح في حته ما فيهاش كشاف، ولا ما فيهاش كشاف. ليه يا عم تلف حوالين نفسك ما تمسك الموبايل؟ كده اشوف ما بص بيبقى كده، لازم يبقى بص لازم يبقى افق تمام. بيستخدم الكاميرا الاماميه في القياس. تمام؟ لحد يدخل علينا ولا دور الجنه ولا ايه؟ زمان كنا في الثانويه العامه مش عارف قاعده مش عارف مين في النادي اليوم بتاع فين النادي اليوم، فكان اللي بيشرف علينا اصلا مدرس مش عارف تاريخ ولا مدرس عربي. فليه انا عارف اللي داخل عليك؟ لا ايه؟ بيعمل بصباع ده ايه؟ لا ده مش عارف ده الطياره وده الفيض وده مش عارف ده ايه يا جدعان؟ فكله ماسك الموبايل ورايح ناحيه الكشاف وجاي ناحيه. طيب خلينا بقى ايه زي ما احنا الحته كده تفرحوني بان انتوا عرفتوا الداتا اللي مكتوبه على الكمبيوتر، يلا كده.
انا قلت ليه الكلام ده؟ لان قلت لك ادخل على موقع اس ام اي الانفرتر ده اللي هو السنجل اسمه بلاك اسمه ساي بوي 1.5. وليه 1.5؟ فينها في الهيئه دي؟ فين في الداتا شيت هنا؟ يعني بيتكتب سؤال، بيتكتب اسم الانفرتر بالاي سي اللي بيطلعه ولا الدي سي اللي بيدخله؟ اكيد الدي سي اللي بيدخله. لا بالاي سي اللي بيطلعه. طب ممكن بص اهو الـ DC، لان انا على فكره الـ DC اللي بيدخله ده اصلا فاليبل كل شويه، هو بيديني رينج اخره كذا، بس انا اللي يهمني اللي هيوصل بالحلم. انا جايب الانفرتر ده يا باشمهندس، جايب الانفرتر ليه من الاخر؟ عشان اركز، عشان جايبه عشان اشغل احمال بتاكل وتشرب اي سي، وانا الشكل اللي داخل لي دي سي. يعني هو الباشمهندس، بس بدل ما لابس ثوب هلبسه مثلا بدله، هلبسه شورت. يبقى هو احنا غيرنا في مين؟ غيرنا في الاطار الخارجي. يبقى انت كل الفكره داخل لك كهرباء بشكل، وعايز تبقى عشان متناسبه مع التطبيق تروح لشكل تاني. بس فانا خلاص اقتنعت ان هو لازم يبقى الرقم الانفرتر بالدي سي ولا بالاي سي؟ بالاي سي اللي هو رايح للود، وبالتالي هم بيسموه بالاي سي، لان ده اقصى. يعني بص ده اقصى 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 مين هنا؟ اقصى باور ممكن تدخل. بص خلي بالك، اقصى باور ممكن تدخل من البطاريات والتشارجر بتاع اللي هو من الالواح، يعني كدي سي للانفرتر ممكن تدخل اقل منها بكتير، بس انا ضامن ان يطلع منه كام كهرباء زي دي. النسبه دي هي اللي كانت اجابتها في السؤال اللي بعده. حاول بس تبصوا، يعني لو واحد شاطر يقول لي بص كده على الباور بس. هي 1500 نص 3500. بس النسبه دي في ستاندرد لعمليات، يعني واحد يقول لك ايه هو اللي داخل فعلا 3 كيلو وطالع 1.5 اللي هي 1500 دي 1.5، يبقى كده الريشيو كام؟ 2 ل1. بس لا مكتوب دبليو بي فوق ما تلاقيش. طب وتحت مكتوبه دبليو بي؟ لا انت بتجاوب عليا يعني. طب ليه؟ اهو ده كان السؤال انا هساله لك. ليه فوق؟ برافو عليك، ممتاز، انت لاحظت، فسر لي الملاحظه. بص ايه يا عم؟ باور فاكتور. لا يا عم، باور فاكتور ايه يا عم؟ لا انا عايز اعرف كلمة بي دي فوق معناها ايه؟ انا لا لا مش بيرد، هي بيك. مش انا قلت لك دي اقصى قدرة ممكن، ولذلك هو ميزها لك. طب دي ليه؟ دي مشكلتك ان هو ضامن لك ان هو المهم بالنسبة لي يا باشمهندس ايه؟ انت ما تضمنليش الانبوت، انا عايزك تضمن لي الاوتبوت. والاوتبوت ده الانبوت ده اصلي هو دي سي هيدخل وبيبقى فاريبل متغير، بس قول لي اخره كام، لان ممكن يدخل عليه باور اكتر من كده تحرق الانفرتر. ركز معايا، احنا ليه دايما بناخد اللي هي زي ما احنا كنا بناخد في الترانزستور والمش عارف والباور واي حاجه، يقول لك الثري شولد. حاله الثري شولد اللي هي الحاله الفاصله اللي بعدها بيحصل كونديشن وقبلها بيحصل كونديشن، تمام؟ فهنا في حاله الدي سي هو لازم يقول لك البيك، يعني اقصى باور ممكن تدخل. اكتبها بالعربي يا اخي من بدري. اقصى باور ممكن تدخل للانفرتر في حاله الدي سي هو الرقم اللي مكتوب. يبقى دي معناها ايه؟ الماكسيمم بي في اري باور. يعني طبعا البي اللي هناك معناها بيك، ماكسيمم بي في اري باور، اقصى قدره يمكن ان تدخل لمين؟ للانفرتر كدي سي. ممكن توصل ل 3000 واخرها 3000. اما هنا مش كاتب لي الماكسيمم باور، كاتب لي ايه؟ ما انت مركز اهو، زي ما الراجل ده قال لك ماكسيمم باور تحت، راح كاتب لك الريتد باور. ده المتوسط، يعني انت تقدر تقول والله لا مش هو البيك. يعني بعض الاوقات ممكن يطبع ده الريت، ممكن يبقى اكبر منه بشويه اقل منه، بس هو بيتحرك حول ده. على خلينا الرينج ده، في الرينج اللي هو بتاع 1500، افترض ان ده طلع 1500، هو بالفعل اعمل له كاسيت هيطلع 1500. تمام؟ يعني حتى لو دخل عليها 2500 كماكس، لو دخل لك 2500 هيطلع 1500. ما هنا ما اقدرش اقول الرينج بتاع اللي هيطلع ممكن يطلع 1500 ولا يطلع 700، لان لو الحمل اصلا انا حاسبه سي 1200 وراح هو في لحظه طلع 700، هيبقى احنا كده بنستهبل. لان كده انت ايه في لحظه خليت اللود اكبر، ما هو يعتبر بتاعك في اللحظه دي سورس، مش هو اللي هيدخل على الحمل ومدخلها اي سي،
تمام؟ يبقى لازم انت تبقى ضامن، لان انت لما بنيجي نصمم احنا بنصمم على كل لود، خلي بالك يعني مش شرط كل اللمبات تشتغل مع نفس في نفس التوقيت، مش شرط كل السوكت تشتغل، مش شرط اشغل كل التكييفات في كل القاعات في نفس الوقت، بس ممكن تيجي لحظه كله بيشتغل. تمام؟ طيب ايه الفرق اذا انا فرحت كده؟ اول حاجه الحمد لله ماكس 2000 اي سي باور 1500 فولت امبير، زي ما انت مشيت مقارنه بين الباور بين الاي سي والدي سي، تمام؟ هتمشي بنفس القصه في حاله التيارات، التيار اللي داخل ماكسيموم كام، الجهد اللي داخل ماكسيموم كام، هي دي كل اللعبه بتاعت الموضوع او الفكره بتاعت الموضوع. هيفرق معانا السلايد اللي احنا قلنا بتحل شويه مشاكل دي، اللي هي نسبه حاجه بيسموها الدي سي اي سي ريشيو. دي سي اي سي ريشيو زي انت زمان لما الناس بتوع الكترونكس كانوا بياخدوا ما اعرفش في ماده التلفزيون يقول لك شايف الشاشه بتاعت اللابتوب دي، كان في حاجه بيسموها الاسبكت ريشيو، يعني نسبه الطول للعرض. لما بنيجي نقول التلفزيون ده 55 بوصه ولا مش عارف كام بوصه كام انش، ده معناه ال 55 دي قطري، يعني بص تقسم القطر للقطر مش اي طول ولا عرض، لان برضه كان الناس تقول لي هو ال 55 دي طول يقيس يلاقيها اقل، عرض يقيس يلاقيها اقل. في حاله التلفزيونات والشاشات بصفه عامه تمام دايجونال قطري دايجونال، والنسبه دي ثابته، يعني دي بيسموها في الالكترونكس بيسموها الاسبكت ريشيو، بنسبه 4 الى 3 ده معروف ستاندرد، المفروض الناس تطلع من الكليه برضه في حاجات عارفاها يعني عن الدنيا يعني. طبعا دلوقتي في يقول لك واحد طبعا احنا عملنا شاشات فلات وعملنا ده تكنولوجي ثانيه، بس هو معظم المتعارف عليه هتبص على اللابتوب ده اهو انا ما اعرفوش ولا ايه ده، هتلاقي دي طويله ودي اقصر شويه، بتقاس دياجونال قطريه، دي بيسموها اسبكت ريشيو بنسبه 4 ل 3، لان هم ليه لما التلفزيون لو النسبه دي اختلفت ممكن تلاقي حته سودا كده في الجنب يمين ويسار او فوق وتحت. يبقى الانفرتر دايما احنا بنقيس الباور اللي طالعه من الانفرتر دي اللي تهمنا، هتدخل على كذا موقع من الشركات اللي هي بتصنع الانفرتر، يعني هواوي بتصنع انفرتر، شنايدر بتصنع انفرتر، اي دي بتصنع انفرتر، فانت لازم تبدا في انفرتر اسمه جروت صيني محترم جدا، جروت هواوي او بيقولوه هواوي، تمام؟ هواوي دي برضه بتصنع انفرترز، تمام؟ شنايدر بتصنع انفرترز، بدأوا هنا عملوا تقريبا ما اعرفش فين المحطه بالظبط هنا في الرياض ولا الجده، بيقولوا عملوا مكان عشان نبدا نشحن بيه السمارت كارز اللي هي البطاريات اللي هي الفول الكتريستي، ما اعرفش بيقولوا على طريق المطار ما اعرفش، انا ما شفتهاش بصراحه، بس شفت حد عامل بوست كده، بس انا اعرف ان هي بجده في واحده معموله عاملاها اي بي بي. الفكره بتاعت كل الحاجات دي السيارات الكهربائيه اللي بتكبدوا كلها يا شباب نفس فكره الانفرتر، كل الفكره انت عايز تغير بسرعه ومش عارف ايه فهتبقى اي سي، فانت بتستخدم فاريبل فريكونسي درايف زي ما قلت امس، والمصدر اللي داخل لك انت بتشحن بطاريه والبطاريه اللي بتمشيك صح؟ فدي سي. فانا يعني من الواجب عليا ان انا اقول لك كمهندس، انت انا مش بدي الواحد معلش يعني بره هاوي، ولا انت كمهندس لازم تدخل في موضوع الكمبيوتر من كذا سايز، تدخل في الكترونكس حتى لو انت باور، افهم الشغلانه ماشيه ازاي، افهم ازاي بعمل تغيير سرعه مع تغيير، يعني ادخل وانا ان شاء الله معلش عشان انا والله مضغوط جدا اليومين دول، اول بس ما هفضى كده في الويك اند الجمعه السبت هحط لكم شويه ملفات كتيره جدا، انا عندي كميه داتا يعني، وانت لو دخلت عندي على لينكد ان هتلاقي كل يوم بنزل حاجات. ادخل في حته الانفرتر نصيحه، حتى بعد ما تخلص امتحاناتك ادخل في الانفرتر كويس وابدا ذاكر المكونات بتاعته ازاي، لان هو شغال في العربيه الكهرباء وشغال في الطاقه الشمسيه وشغال في الباور في اليو بي اس، تمام؟ الانفرتر والكونفرتر دول التحويل من اي سي لدي سي ومن دي سي لاي سي نقطه من اللي هتبقى ترند كبير جدا في الفتره اللي جايه في عالم الكهرباء بصفه عامه.